وهنا الأخوة بعثوا له رسالة على الخاص أنه يوجد في كتاب الكافي عن المقدس الأردبيلي، عن المقداد، عن أبيه منتظر ابن طعيمة. مشكلة والله العلي العظيم. عن المقدس الأردبيل، عن المقداد، عن أبيه منتظر ابن طعيمة، يقول هو طبعا عليه السلام، قال: أبو بكر خليفة، من أبى فقد كفر، من أبى فقد كفر. هذا في الكافي. طيب، الجزء الثاني في الكافي. طيب، توجد مصادر أخرى؟ أنا هذه الرواية حقيقة ما وقفت عليها في الكافي، أنا أقولها بملء الفم، الله يشهد ما وقفت عليها. عد إليه، ممكن راحت عليكم لأنها في أبو بكر، وأي شيء في أبو بكر. أخواني الأردبيلي ثقة، لا تقول مو ثقة، الأردبيلي ثقة عندكم. لا هو ثقة، بس متى ولد؟ انتهى الموضوع، ثقة. لا هو ثقة، يحدث فهو ثقة، فلا تقول الأردبيلي ما الأردبيلي. نعم، طيب، يلا عد على الرواية حقه. يلا، صراحة هذه الرواية ملجمة صدقا ملجمة. اي يعني انا استاذ ابو عاش اتكلم مع هالثاني، انا صادق يعني معك وما اجامل، هذه الرواية صادمة بالنسبة لي. حلوة. مصادر عندك اخرى؟ السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. فيديو آخر من ملخصات قناة خواطر فكرية وتعقيباتها على حوارات بين محاوري الشيعة وبين الوهابية. هذا الفيديو إن شاء الله ننقل وإياكم حوار دار بين المدعو أبو عاشة وبين الأخ تمار السراي، وأيضا الأخ اللي موجود في جروب أو في المنتدى الهادف، الأخ عراق الحسين، بخصوص أحقية الخلافة لأبي بكر أو الإمام علي عليه السلام. نلاحظ أنه بهذا الفيديو مثل ما خليتكم بهذه المقدمة البسيطة، أنه هذا المدعو أبو عائشة الشيخ الوهابي السلفي الكبير يحتج بكتب غير موجودة، يحتج برجال غير موجودين أصلا، يحتج بروايات غير موجودة، روايات افتراضية. أنا اللي أريد أقوله وأترككم إن شاء الله مع تمام الاتصال، أترككم مع تمام الاتصال وتمام هذا الحوار. أقول إنه أنت الآن، أنا لما سمعت هذا الفيديو أقول إنه والله العلي العظيم إنه شباب الوهابية مساكين، إنه مثل هذا الشيخ يمثلهم، هذا الشيخ يمثلهم، يستدل برواية غير موجودة أصلا، يستدل برواية ليس لها وجود، يعني هو يستدل برواية وصلت له على الخاص لا راجحها لا شاهدها في كتاب الكافي. فقط خلينا نحتج على الشيعة والنوب يضحك، المشكلة يضحك. نكرر أن هذا الفيديو ليس للسخرية وليس للاستهزاء، بقدر ما هو توضيح للحقائق أمام شباب الوهابية. نقول أن هؤلاء المشايخ الذين يمثلونكم يقرؤون من مصادر افتراضية تبعث لهم على الخاص. نترككم مع تمام الاتصال ونرجع إن شاء الله بتعقيب وتوضيح من الأخ تمار السراي بخصوص هذا الحوار، وأخيرا نرجع أيضا بكلمة ختامية بسيطة، فخليكم في الفيديو. كيف الحال أستاذ؟ حياكم الله. الله يحفظك، تذكرتني والله. الصوت مو بغريب، صوت شخص يدعى تمار السراي ويلقب بخال المؤمنين. حياك الله تمار، حياك الله. الله يحفظك شيخنا، الله يسلمك. اهلا وسهلا. الله يحفظك شيخنا. بما انه موجود جناب الاخ الاستاذ عراق الحسين، يعني نريد الحوار معكم في مسألة مهمة جدا، وهي حينما نرجع إلى الذين صنفوا في العقيدة كلهم بالإجماع أدرجوا خلافة أبي بكر من ضمن الأصول، أصول اعتقاداته في السنة والجماعة، فكفروا منكر خلافة أبي بكر، قالوا بكفره، وهنالك من حكم بزندقته. فالسؤال هو، نحن لا نتحدث ابتداء عن مسألة الفضائل لا نتحدث عنها، لكن نتحدث عن مسألة ما الدليل الشرعي على خلافة أبي بكر من القرآن ومن السنة. تفضل لك المايك. طيب، أقول الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين وصحابته الميامين وعلى زكاته أمهاته ومن سار على نهجهم وسلم تسليمك. مما لا شك فيه أن خلافة أبي بكر الصديق الأكبر قضيت في السماء وانتهي منها. أيضا هناك نصوص ظاهرة
وجلية تبين أحقية أبي بكر بالخلافة وأنه أحق بها دون من سواه، ولا أحد يستطيع أن ينازعه. أحاديث صحيحة صريحة تدل على ذلك، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للسيدة عائشة أم المؤمنين: ادعي لي أخاك وأباك حتى أكتب كتابا. أكتب كتابا يعني فيه استخلاف أبي بكر بالخلافة. يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا نص واضح وجلي في أن أبا بكر هو الخليفة المنصب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن اسمح لي أن أقرر الكلام ابتداء نقطة نقطة. تفضل. أقرر ما تفضلتم به. أستاذ عراق الحسين، جناب الأخ الشيخ أبي عائشة يقول لك بأنه قضيت خلافة أبي بكر في السماء، هذا الأمر قضي وانتهى. والشيء الثاني يقول الرواية تقول ادعي لي أخاك وأباك لأكتب لهم كتاب ويأبى الله ورسوله إلا أبو بكر، هكذا. فما ردكم أستاذ عراق الحسين؟ طيب مولانا، قضيت في السماء، ممكن يعني تجيب لنا هو الدليل يعني قضيت في السماء؟ نعم. في نونية ابن القيم قال الشافعي حكاه عن البيهقي وشيخه الرباني: حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان، حب الرسول وقائم بعده بالحق لا فشل ولا متوان. هذا في البيهقي، وأيضا رواه الشافعي وحكاه عن البيهقي: حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء. وقول الشافعي أن الله تعالى قد قضى خلافة أبي بكر في السماء. وأيضا يؤخذ من هذا الكلام إثبات العلو لله تعالى. أيضا حب أخونا الرسول. لا أخونا، طيب هاي من قالها القصيدة النونية؟ ابن القيم رحمه الله. يعني ابن القيم يقول قضيت خلافته في السماء بحديث عند البيهقي، برواية عند البيهقي. شي يقول البيهقي؟ كذلك قال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني، يعني في رواية. شنو هي الرواية؟ خلافة أبي بكر قضيت في السماء. ممكن الرواية، ممكن الرواية شيخ آخر السطر. لا شيخ الرسول يا عزيز يا أبو عائشة وقائم من بعده بالحق لا فشل ولا متوان، يعني بذلك أبا بكر الصديق الأكبر هو الذي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. والشافعي يقول أن الله عز وجل أو أن الخلافة قضيت في السماء، حكاه عن البيهقي، وأيضا ابن القيم أوردها في نونيته عن هذا الطريق. فالمسألة منتهية ومقضية. أيضا هناك أدلة أبو عاشة هي مو محاضرة الآن. لا ليس محاضرة، أنا أتكلم بأدلة. ما يا حبيبنا الآن ما الدليل على أنها قضيت في السماء؟ الشافعي ما له شغل به، ابن القيم ما عنده اتصال مباشر مع الملائكة. أريد هذا الخبر اللي هو يقول عليه اعتمد عليه، من هو اللي قال؟ النبي؟ إذا النبي جيب لنا الرواية، قول الشافعي قول ابن القيم، شو سوي بي؟ جيب لنا الرواية. قلنا لك يا رجل أن الخلافة خلافة أبي بكر يعني قضيت وانتهت. ولهذا يقول عندي رواية في صحيح ابن حبان، ماذا تقول؟ تقول في الرواية: أن يحدث بعدنا بيعة فإما أن نبايعهم على ما نرضى وإما أن نخالف فيكون فسادا واختلافا، فبايعنا أبا بكر جميعا ورضينا به. يعني لو بايعنا غير أبا بكر لكان الأمر فيه فساد وفيه اختلاف. هذا في صحيح ابن حبان، أخرجه في صحيحه. فهذا يدل على أن الخلافة من يعني انتهت وقضيت. أخونا والدليل على أن الصحابة، اسمع ماذا يقولون، يقول: لو بايعنا أحدا غير أبي بكر لحصل من الخلاف والفساد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فبايعنا أبا بكر جميعا ورضينا به. لا أنا راح أجيب لك دليل، أنا راح أجيب لك دليل. فوق النخل فوق، ويوم عيون حراقة
قول ايش وقت نتلاقى، هذا دليل على انه قضيت في السماء صح اخونا؟ نعم. شنو سالفته والله، شنو سالفته في السماء وانتهت، وانتهى الموضوع يعني خلاص يعني لا جدل فيها ولا مرية فيها، ولا اخذ الخلافه من ابي بكر فهو معتد واثم وغاصب، غاصب وايضا متعد لحد من حدود الله عز وجل. اقول لك ابو عائشة وقد أتى في الدين مصيبة عظيمة عندما يأتي ويناجع أبا بكر في أمر قد قضاه الله وقضيت في السماء وقضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي منازع إلا وهو مدحوظ يدحضه الله عز وجل. ثم إن القرآن الكريم نعم مدحوظ الله، مدحوظ مدحوظ بطاسة روضة. أقول لك أخونا أنت سولف يعني مدحوظ بالأدلة الشرعية والبيانات. أخونا أنت واعي يعني؟ واعي؟ لو أنت تشتري نعم لا أتكلم إلا وأنا واعي. طيب الدليل الآن أتكلم. الدليل أنها أتكلم قضيت إلا بدليل. أخونا قضيت في السماء، جيب لي حديث نبوي. قلت أتيت لك بمئة حديث ماكو. أنا لو بغيت أتكلم من الآن إلى يوم القيامة ما أستطيع أن أوفي الأحاديث التي أتت بأن خلافة أبي بكر قضيت في السماء وانتهى أمرها. شنو يعني احاديث صريحه في البخاري؟ العزيز التوالد العزيز تفضل يعني ما صار هيك ابو عاشه. انا معك تفضل اخونا جوعان شيء مثلا والله خاف من يعني ما معقول ما عندك رد. رد على ما قلت لك، فند ارائي، فند ما قلت لك، لكن لا تستطيع لان هذه احاديث تفلق هامة كل من أراد أن يغتصب الخلافة من أبي بكر أو يأخذها منه، لأن من أخذ الخلافة من أبي بكر وين هي الحديث اغتصبها فهو آثم وعاصم له لرسوله. شيخنا أبو عائشة، شيخنا الله يرضى عنك، إحنا ابتداء أصلنا إلى مسألة مهمة جدا، قلنا ما الدليل الشرعي على خلافة أبي بكر من القرآن ومن السنة؟ الشعر والعالم لا يحتج بكلامه، إنما الذي يحتج بكلامه كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. كذلك أصلت، نحن لا نتحدث عن مسألة الفضائل. بيني وبينك لو نرجع إلى مسندي أنا لم أتكلم عن فضيلة. لو سمحت أتم هذه النقطة. لو نرجع إلى فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل لنجد بأنه أغلب الروايات والفضائل في حق الإمام علي عليه السلام. لذا أنا حلا للنزاع قلت لا نرجع إلى مسألة الفضائل، نرجع إلى مسألة الخلافة فقط. هل هناك دليل يثبت الخلافة من القرآن ومن السنة؟ فضل. قلت لك أول حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هذه في الخلافة، نص في الخلافة على أنه هو الذي سيكون بعده. الأمر الثاني حديث آخر، عندما أتت تلك المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فقالت يا رسول الله أرأيت إذا لم أجدك من آتي بعدك؟ قال ائتي أبا بكر. لم يقل لها ائتي عمر أو عثمان أو علي، لا ائتي أبا بكر. فعلم من هذا أن الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالنص الجلي الواضح هو أبا بكر. أيضا من القرآن هناك آيات كثيرة تدل على استخلاف أبي بكر وأنه أحق بالخلافة. فيقول الله عز وجل أيضا في أحاديث كثيرة، أنا قلت لك لو أتكلم من الآن إلى يوم القيامة ما لم تستوعب هذه الأحاديث التي سآتي بها لكثرتها ولغزارتها ولشهرتها. وأيضا انطي مجال، الله يبارك بك أبو عائشة، الله يبارك بك، انطي مجال، تفضل أستاذ عراق تفضل. هسا احنا هاي الكليشة كلها ما قبضنا منها. جريدة الأهرام، شعر ابن القيم، قال الشافعي، قالت الصحابة، قال هاي كله ما قبر منه. بس شيء واحد فقط، آتيني بكتاب ويأبى الله إلا والمؤمنون إلا أبا بكر. عفوا هي إجت بالكتاب صح؟ هو من قالها أطاعته المفروض صح أبو عائشة؟ نعم هي ذهبت ماشي قالها آتيني بالكتاب أكتب. لا
قال ادعي لي أباك، ادعي لي أباك وأخاك، يعني اذهبي يا عائشة إلى بيت أبيك فادعيه لي وادعي معه أخوك. ماذا تريد يا رسول الله؟ قال أريد أن أكتب كتابا لأبي بكر من بعدي بالخلافة. جميل. كتاب هذا الكتاب؟ هذا المهم يكفي، يكفي التصريح. أخونا 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 كتاب هذا الكتاب عزيزي عزيزي عزيزي، كتب هذا الكتاب لو ما كتبه؟ بغض النظر كتب أو لم يكتب أخونا، كتب لو ما كتب لا تشلع عقلك، كتب لو ما كتب. قلت لك سواء كتب أو لم يكتب ما في مشكلة. أنا مو سواء، أنا مرة أنت بنظرك أن هذا الأمر سيان، أنا عندي مو سيان، جاء أسألك كتب أو ما كتب. أليس النبي عليه الصلاة والسلام صرح بذلك؟ كتب لو ما كتب سواء، ما لا يضر كتب أو لم يكتب، ما الفائدة؟ أدري ما يضر، أدري ما يضر، بس هو كتب لو ما كتب. سواء كتب فالحمد لله خير وبركة، ما كتب أيضا خير وبركة، لأنه أنتهى. أخونا عربي أبو عائشة عربي عربي الصلاة والسلام بين أن الخلافة بعد أبو بكر حتى ولو لم يكتب. أبو عائشة تفهم أنت عربي غير؟ نعم أفهم عربي. طيب أنا ما لي علاقة سواء ما سواء، هذا ما لي شغل بي. تقول لا يضر لا ينفع، ما لي شغل بي. أقول كتب لو ما كتب. يا أستاذ، يا أستاذ جاوبني، جاوبني. شو تقول لي؟ تقول لي لا يهم، هذا عندك ما هم، أنا عندي هم. أسألك كتب أو لم يكتب؟ أنا قلت لك سواء كتب أو لم يكتب فهذا دليل على أدري بهم، أدري بهم عليه الصلاة والسلام. مع ذلك أدري 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 سواء، مع ذلك كتب أم لم يكتب؟ هذا ليس من حواري في شيء، أنا قلت لك سواء كتب أو لم يكتب انتهى الموضوع وقضي الأمر. هو أدري 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 أدري, أدري سواء، سألتك كتب أدري بي، يعني الرسول حدث بالأحاديث سواء كتبت في عصره أو بعد عصره. أنا ما أنا أريد أقول كتب أو لم يكتب. الأستاذ تمار الآن طلب منا أدلة من القرآن، نأتي بالأدلة على خلافة أبي بكر من القرآن. أخونا 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 ممكن ممكن ومن السنة ومن كلام أهل العلم أنهم قالوا أحقيته بالخلافة. عزيزي عزيزي جبت دليل أبو عائشة، أبو عائشة أبو عائشة أبو عائشة أبو عائشة عفوا عفوا اترك الفوضى لطفا أخي، اترك الفوضى الآن. عندي فوضى أنا أجاوبك. الآن 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 هسه عندك جواب لو ما عندك جواب؟ أجبتك أنا، أجبتك أنا. إيه سألتك كتب أو لم يكتب، ما أجبتك لك سواء كتب أو لم يكتب. إيه أعرف سواء، أعرف سواء، ولكن هل كتب أو لا أدري بهن سواء. مع ذلك ماذا تستفيد في كتب؟ ما هي الفائدة التي ستجنوها لما أقول لك؟ طيب أنا أجيب على لسان أبي عائشة، الجواب الكتاب لم يكتب ولا كتب لقدمه لك أبي عائشة. تفضل. الجواب أن الكتاب الذي كتبه النبي إنه لما قالها روحي صيحي لأبو بكر أكتب لكم كتاب. جميل. هذا الكتاب ما نعرف فحواه، المفروض أن النبي لما استدعي له أبو بكر كتب هذا الكتاب. طيب هذا الكتاب إذا كان بالخلافة إيش ما قدم أبو بكر؟ إذا كان الكتاب لا يخص الخلافة في شيء. أولاً في أدلة غير هذا الشيء، في أدلة كثيرة. لا خليك خليك بهذا، خليك بهذا، خليك بهذا، خليك بهذا. سؤالنا، الرسول قالهم صيحوا لي حتى أكتب كتاب. المفروض أن الرسول كتب. طيب أبو بكر يوم الخلافة ما قدم لهم كتاب أن النبي كتبه له. إذن الكتاب اللي كتب الرسول لأبي بكر ما له علاقة بالخلافة، لأنه لو كان له علاقة بالخلافة لقدمه أمام الجموع. أرد عليك ممكن؟ تفضل. الرسول ماذا قال؟ يأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر. هذه العبارة تقسم رأس كل معاند، ويأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر سواء كتب أو لم يكتب الكتاب. بشنو بشنو؟ ائتوني بكتاب أكتب لأبي بكر، ثم قال سواء كتب أو لم يكتب يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا استدراك من النبي عليه الصلاة والسلام لكل من يحاول أن يتقدم. أخونا أخونا هي مو خطبة أبو عائشة،
ابو عائشه، ابو عائشه يعني انت مو يعني انت تنسى نفسك، انت بحوار، انت مو خطبه، لطفا اخي شوي التزم. الان الكتاب قالها نادي ابو بكر حتى اكتب له كتاب، انت هذا الكتاب يخص الخلاف بدليل الذيل اللي يقول اي يتمنى متمنون او يقول قائل لان طالب الناس زمان. شنو لان طالب الناس زمان؟ او يقول قائلون او يتمنى المتمنون. زين نعم، هذا دليل على ان الخلافه لابي بكر لا ياتي احد ويتمنى. هذا الكلام، هذا الكلام انا حق بها عزيز 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 عزيز، هذا الكلام انت تقول يخص الخلافه. إيه؟ اذا سؤالي انه يفترض الرسول كتب هذا الكتاب، الرسول ايش قال لهم؟ قال لهم صيحوا لابو بكر وعمر، صيحوا لابو بكر وابنه حتى لا يتمنى المتمني ولا يقول القائل بعدي. طيب المفروض إذا الأمر بالخلافة فالمفروض الرسول كتبه، وإذا كتبه وكان في الخلافة لأظهره أبو بكر في سقيفة بني ساعدة مع أنه لم يظهره، إذن الكتاب لم يكن بالخلافة. في الكافي، في الكافي عندكم في الجزء الثالث صفحة 34 عن المقدس الأردبيلي عن المقداد عن أبيه منتظر ابن طعيمة عليه السلام يقول قال أبو بكر خليفة، من أبى فقد كفر، من أبى فقد كفر. أنت راجع الكافي، راجع الكافي، يعني روايات سواء من أهل السنة أو من الشيعة دلالة واضحة على أن الحق لأبي بكر. ما طول جبت رواية الكافي خل أدير وجه عمي، كمل بني هاشم مولاي. هذا الكافي الجزء الثاني صفحة 34 ارجع إليها في كتبكم، لكن أنتم معاندون تريدون أن تسموا الحق. السند 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 ممكن إعادة تكرار ممكن؟ عن المقدس الأردبيلي عن المقداد عن أبيه منتظر ابن طعيمة عليه السلام طبعا يقول قال أبو بكر، قال أبو بكر خليفة، من أبى فقد كفر. الكافي الجزء الثالث صفحة 34. والله أنا ما له مفطيمة على هالخلفة. تفضلوا عمي. حياك الله أستاذ أبي عائشة. لا أستاذ أبي عائشة، هذا السند لعله يعني فيه انقطاع. أخواني أنا إذا أنا أعتقد أنه السند فيه انقطاع، إذا أمكن إعادة السند. أستاذ عراق حسين فقط استخرجنا، الله يرضى عنك، فقط دقيقة، استخرجنا أستاذ معجم رجال حديث السيد الخوي حتى نحقق بالسند. أعيد السند أستاذ، أعيد السند أستاذ أبو عائشة. عن المقدس الأردبيل عن المقداد عن أبيه منتظر ابن طعيمة يقول هو طبعا عليه السلام قال أبو بكر خليفة، من أبى فقد كفر، من أبى فقد كفر. هذا في الكافي. طيب الجزء الثاني في الكافي. طيب توجد مصادر أخرى؟ أنا هذه الرواية حقيقة ما وقفت عليها في الكافي، أنا أقولها بملء الفم، الله يشهد ما وقفت عليه. عد إليه، ممكن راحت عليكم لأنها في أبو بكر، وأي شيء في أبو بكر. إخواني يوجد سند آخر يعني حبذا حتى تكمل، يعني ما يصير. مولاي تمار ذا سند آخر مولاي بالبحار ضعيفة، بالبحار موجودة عن أبي الله تعالى عليه. يعني متى ولد؟ الأردبيلي ثقة، لا تقول مو ثقة، الأردبيلي ثقة عندكم. لا هو ثقة بس متى ولد؟ ايه انتهى الموضوع، ثقة. لا هو ثقة، يحدث فهو ثقة، فلا تقول الأردبيلي ما الأردبيلي. لا طيب يلا عد على الرواية حقه. يلا بصراحة هذه رواية ملجمة، ملجمة صدقا ملجمة. اي يعني انا استاذ ابو عائشة انت كما عهدتني انا صادق يعني معك وما اجامل، هذا رواية صادمة بالنسبة لي. حلوة عندك اخرى؟ لا الحلوة شلون يضحك ابو عائشة يذكرني بفيجا الكبير. جناب الشيخ ابي عائشة توجد مصادر اخرى؟ اي نعم، يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى. استاذ هذه آية، احنا نتكلم روايات اخواني، روايات واسانيد. انت تريد آيات واحاديث على هذه الآية عامة، هذه الآية لا عامة. لا لا انت الان مني. جئت عفوا استاذ ابي عائشة، جئت بهذه الرواية وذكرت السند، زين ماكو مشكلة خو، هاي بعد رواية، اكو بعد روايات اخرى
يعني روايات كثيرة جدا يا صلابيخ هكذا شيخ إخوان فهموني. نعم تفضل اقرأ لنا الروايات هسه. هذا طيب. الرواية الأولى. الرواية الثانية. الرواية الثانية طبعا قضية الصلاة واستخلافه ليصلي بالناس هذه من مصادرنا أيضاً. من مصادركم أنتم وكثير. نعم. روايات كثيرة جدا. تفضل. روايات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى في أن الأحق بالخلافة أبو بكر. تفضل. أولا قول الإمام علي. قول الإمام علي في نهج البلاغة. وإنا لنرى أن أبا بكر أحق بها. أحق بها. إنه لصاحب الرسول وصاحبه في الغار وثاني اثنين إلى آخر الرواية. هذه في أي صفحة؟ في نهج البلاغة. في نهج البلاغة. روايات كثيرة جدا تدل على أن أحقية أبي بكر. أيضا يقول ولقد بايعني القوم الذين بايعوا. هذه عفوا أستاذ نتكلم ابتداء عن هذه في أي صفحة؟ أنا والله الآن الكتاب ليس عندي الآن حتى إني أعود للصفحة. أنا أتكلم. كثرون أخوان الصلابي الله يحفظكم. كثرون فهموني يا أخواني. تمار لحظة تمار الله يحفظك بس أريد أعرف هاي بس أريد سندها شنو كان أول هاي الأولى اللي قراها من الكافي. تفضل شيخنا الغالي الله يحفظك. إخواني يجي الصوت عند أبي عائشة. نعم تفضلوا أبي عائشة. أي هذا في نهج البلاغة طبعا أن علي بن أبي طالب يرى أن أبا بكر هو أحق بأن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى نعم قيل له يا علي لماذا تأخرت عن البيعة؟ في أي مصدر هذا؟ في أي مصدر؟ مع مولاي تمار الله يحفظك مولاي تمار مو هيك أنا بس أريد الأولى يقرأ سنة الأولى اللي من الكافي مو شوية أريد أراجع هاي الرواية شوية أذتنا خلينا نشوف شنو هاي الرواية بس خلي يقرأ السند. عن المقدس عن المقدس الأردبيلي نعم عن المقداد عن أبيه منتظر ابن طعيم عليه طبعا يقول عليه السلام قال أبو بكر خليفة من أبى فقد كفر. ابن طعيمة عفوا ابن طعيمة وبعضهم قال ابن طعيمة بالضمي هذا قال فيه نعم إنه على نعم نعم بارك الصحيح على هذا مدلس هذا مدلس من هم من يسميه طعيمة ومن هم يسميه طعيمة لا لا مشاحة في الإسلام لا مولاي تمار لكن قالوا عنه مولاي هذا مولاي إنسان مدلس كان يضع الحديث مولاي لا ولو مولاي يدرك الإمام مدلس. علي عليه السلام اولا غير صحيح لان ابن طعيمه ابو عائشه بس لحظه ثواني ابو عائشه هناك من وثقه وهناك من تكلم ابو عائشه من وثقه فضلا منك ابو عائشه هذا ابن طعيمه اخوان هذا ابن طعيمه هو مردد بين شخصين مردد بين شخصين هل هو ابن طعيمه الصلبوخي اللي على هو يعني لعله موثق بس لحظة أو أنه ابن طعيمة السردوي السردوي هذا مو موثق سيد بس الصلبوخي نعم لعله موثق فما سيد أدري هو جناب السيد أغلق المايك نعم الله يرضى عنكم يا سيدنا يا سيدنا أغلق المايك أنا أقول بأنه هذا ابن طعيمة إنسان مختلف في وثاقته عفوا كتاب اختلاف الجراوة بين النحبة والعداوة عفوا عفوا ترى أنا لا أرى الكتابة صدق أستاذ مهند أخوان صوت عندي واضح واحد يأخذ المايك يقول لي واضح 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 أبو عائشة أخواني صوت عندي أنا استمع إيه نعم عندك صوت الأخوة الكرام صوت عندي قلنا لك صوتك واضح صوت واضح مولاي تفضل طيب هذا احسنتم الان صوت عندي ابي عائشه اولا قلت هنالك من قال طعيمه وهنالك من قال طعيمه ومع هذا وذاك مختلف في وثاقته وهنالك من قال بانه كان يدس الحديث ابتداء ولم يدرك الامام علي عليه السلام فاساسا في كذلك فيه انقطاع نعم
مولانا ايضا ضعفه على العلامه الناصري، العلامه يحيى الناصري في كتاب معجم احاديث الناصريه ايضا ضعفه. لا شوف، هو هذا الرجل يحيى الناصري اساسا هنالك ممن عده من الوضاعين. طيب اسمع فيه روايه اخرى الان، فيه روايه اخرى ممكن اذكرها لك. اي تفضل. ابو قايد التوحيدي عن الكعبي الهمداني عن الغراوي القمي عن استاذه بني هاشميه قال ابو بكر هو احق بالخلافه والخلافه بالشورى. هذا الكافي الكليني الجزء السابع صفحه 33. الله تعالى عليه. عفوا، هذا بني هاشم روايه رجالها ثقات، لكن بني هاشم كما قال ذلك المفيد، كما قال ذلك الاسترابادي، وكذلك وإن كان هو إخباري، لكن قال عنه بأنه في آخر حياته بدأ يخلط. هو وإن كان ثقة لكن في آخر حياته بني هاشم كان يخلط، فما اعتد بكلامه. نعم، الرواة التي رويت عنه في بداية حياته وشبابه كانت تؤخذ، وما بعد ذلك الروايات أعرض عنها. بني هاشم يعني أصاب بالخرف. يقول في معجم رجال العلاوي منتظر بن طعيمة أو طعيمة شيخ من شيوخ معجم رجال العلاوي بين النهضة. نعم اختلاف، لا عفوا، منتظر طعيمة العلاوي بين النهضة والعلاوي. يقول نعم أصلا هو ثقة، أصلا هو ثقة ثقة، أنا قلت لك ثقة من بداية. يعني هو ثقة. من وثقه؟ في معجم منتظر طعيمة شيخ من شيوخنا ثقة في معجم رجال العلاوي الجزء الثاني صفحة أستاذ ارجع. هو أساسا الكتاب حصل فيه تصحيف أساسا. اختلاف الكراوي بين النهضة والعلاوي، هذا اسم الكتاب. ثانيا، هذا الكتاب يعد من الكتب. عندكم أسماء غريبة جدا، كلها فارسية الظاهر. هذه الأسماء دلعاوي ما دلعاوي يا بعم تعال. أستاذ عراق الحسين الله يرضى عنك، كتاب اختلاف الكراوي بين النهضة والعلاوي معتد به؟ تفضل أستاذ عراق الحسين، تفضل. أنا شو مسوي بدنياي؟ تفضل أستاذ عراق الحسين الله يرضى عنك. أي ورطة هاي؟ اسمعني أستاذ عراق الحسين، بيهرب عراق الحسين. أنا ما أسمع حاليا للأسف الشديد، أنا ما أسمع. الشيخ بعائشة افحم الشيعة بالروايات اللي يجيبها، والروافض ما عندهم رد عليه. كفو يا بعائشة، كفو. اخبط زين. هذا مولانا الشيخ أبي عائشة، إخوان كثروننا كذا. شيخنا الشيخ أبي عائشة الله يرضى عنكم، هذه الرواية الثانية أنا ذكرت لك فيها انقطاع ابتداء، وفيها هذا الغاوي بني هاشم في آخر حياته. أنا أقول هو ثقة بني هاشم، الله يشهد عندي رجل ثقة زين، وأنا أحترمه وأقدره، لكن في آخر حياته بدأ يخلق. حطيت له صنبوخ بس. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، الغاية ليست تسفيه جناب الشيخ أبي عائشة، لكن الغاية إخواني المستمعين أولا يستدل بكتاب واضح اختلاف الكراوي بين النهضة والعلاوي. طبعا النهضة عندنا منطقة في بغداد، وكذلك العلاوي منطقة في بغداد، فبطبيعة الحال دون أن يفهم شيء هكذا يأتيه مصدر مباشرة يطير به ويفرح. الغاية ليست توهين الشيخ أبي عائشة، إنما الغاية لأجل إثبات إن هؤلاء من يأتمون عندكم في مساجدهم ويعطون المحاضرات والوعظ ويحرضون على الشيعة من الصباح إلى الليل، ما هم إلا أناس لا يمتلكون علم، فقط سمعوا شيء عن الشيعة وما قرأوا تراث الشيعة. يستدل بشخص راوي اسمه منتظر مشرف في المجموعة، راوي آخر بني هاشم مشرف في المجموعة، راوي آخر سبل السلام لعله ذكره مشرف في المجموعة، رواية النهج البلاغة ما موجودة في نهج البلاغة، عن سبلويه عن منتظر عن كذا عن طعيمة، وينك واحد اسمه طعيمة؟ وينك واحد؟ الغاية من هذا المقطع يا أخواني يا مستمعين ليس إسقاط أبي عائشة، إنما لأجل بيان بأن هؤلاء حقيقة هؤلاء بأنهم
يكذبون على الشيعة لأنهم سمعوا عن الشيعة وما قرأوا مصادر الشيعة. بهكذا كيفية هؤلاء، بهكذا عقول هؤلاء. فبالنتيجة يا أخواني المخالفين، إخواني المخالفين، الإخوة الوهابية، لا يساق بكم إلى نار جهنم في آخر المطاف حينما تقول ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم ضعفين من العذاب. ماكو، لكل منكم ضعفين. بعدين حينما تسألون لا تقولون والله اتبعت شيخ فلان وشيخ فلان، ربنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا. زين، ما ينفع هذا الشيء. فالله يرضى عنكم ويحفظكم ويعلي قدركم. اقرأوا مصادر الشيعة، لا تسمعوا عما يقال عن الشيعة، إنما اقرأوا أمهات مصادر الشيعة، ابحثوا فيها، ابحثوا في العلماء الأجلة، ثم بعد ذلك لكم الحق في أن تختاروا. ونحن لا ندعو أحد إلى أي شيء، الأمر لكم، الأمر لكم. نتيجة كل إنسان سوف يحشر وفقا لمعتقده ويسأل. حياكم الله من جديد. طبعا مثل ما سمحتوا استدل على حقيقة خلافة أنها من السماء، قضيت في السماء، جاءت في السماء وانتهت في السماء، يحتج بابن القيم. نريد دليل. الأدلة عندي كثيرة، الأحاديث عندي كثيرة، نريد حديث واحد يرجع إلى الأشعار، يرجع إلى ابن القيم، يرجع لابن حبان. لا يوجد دليل من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. وهنا الأخوة بعثوا له رسالة على الخاص أنه يوجد في كتاب الكافي عن المقدس الأردبيلي، عن المقداد، عن أبيه منتظر ابن طعيمة. مشكلة والله العلي العظيم أنه أبو بكر خليفة ومن أباه فقد كفر. أبو بكر هو الخليفة الذي يأباه فهو كافر في الكافي الشريف، يحتج ويضحك ولا يعلم أن هذه الرواية ليس لها وجود، إنما أرسلت له حتى يختبر وسقط في الاختبار. ونقول أنه سمحت الأخ تمار شرح غاية الفيديو، وأنا أكرر وأعيد على هذا الموضوع أنه هدف الفيديو ليس السخرية وليس الاستهزاء بقدر ما هو توضيح للحقائق. والله العلي العظيم نريد لكم الخير. كيف تمثلون أو تجعلون شخص مثل أبو عائشة شخص يمثلكم، ينقل من المنتديات من دون مراجعة للكتاب، من دون مراجعة للمصدر الأصلي، من دون مراجعة للكتب الشيعية، فقط جاءت له رواية على الخاص فاحتج بها ويضحك. المشكلة أنه يضحك. فوالله العلي العظيم هذه مصيبة المصائب. هذا هو فيديو اليوم، هذا هو تلخيص اليوم، هذه هو طريقة اليوم، خلينا نقول بالتعقيب والترويج. نعم الحاج وعد الله والاستدلالات العلمية موجودة الأستاذ عقيل السيد ميثم، لكن في بعض الأحيان نريد نفس شباب يبتكر طريقة تبين جهل هؤلاء وبالدليل العلمي. لذلك الأخ تمار السراي حقيقة أوقع هذا المدعو أبو عائشة بالضربة القاضية. بذلك نصل إلى ختام الفيديو، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.